سيد علي، قبل لا أدخل بأي سؤال، أنت كنت موظف أصلا بشركة التأمين الوطنية صح؟ نعم صحيح. والآن بعد ما تقاعدت فتحت شركة أهلية للتأمين؟ نعم. طيب، لا ما فتحت أستاذي، مو فتحت أنا الشركات الأهلية طبعا. احنا موظفين بها بصفات معينة. نعم. وأنا المدير التنفيذي لهذه الشركة وشركة موتاز. أنا اللي أريد أقوله أنه أنت عملت مع القطاع الخاص وعملت مع الحكومة. بالضبط. شنو الفرق بين الحكومة والأهلي؟ أستاذ بالنسبة للتأمين وثقافة التأمين في العراق، بالنسبة إلى العمل مالته بين الشركات الحكومية والشركات الأهلية هي نفس السياسة ونفس العمل. نعم. ونفس الالتزامات. طيب، طبعا كل الشركات الحكومية الموجودة اللي هي الثلاثة، اللي هي الوطنية، شركة التأمين الوطنية والتأمين العراقية وهي شركة إعادة التأمين العراقية. نعم. والشركات الأهلية اللي تبلغ الآن بحدود قريب الأربعين شركة تقريبا. طيب، كلها تعود إلى دائرة ديوان التأمين اللي هو المسؤول عن قطاع التأمين وتنظيم أعمال التأمين بالعراق. طيب، فجميع الضوابط والتعليمات اللي يصدرها ديوان التأمين هي تخضع إلى هذه الشركات بما فيها الحكومية والأهلية. نعم. الآن أنا أتكلم على سبيل المثال، لماذا الإقبال على قطاع التأمين ضعيف؟ هل قانون إلزامي اختياري؟ ولماذا لم يتطور نظام التأمين؟ بصراحة أستاذي، التأمين في العراق هو تأمين اختياري وليس إجباري. عدا هناك، هذا صح لو خطأ؟ هذا طبعا هذا ما أقول لك صح أو خطأ، بس هذا هو مو العمل الصحيح. يعني هذا مو وفق المعمول به. نعم أستاذ. نعم. علي، قصدي هذا مو المعمول به خارج يعني بالبلدان الباقية. بالبلدان ثقافة التأمين في البلدان الأخرى إذا كانت العربية أو الأوروبية ثقافة التأمين تفوقنا كثيرا مثل ما يقول. أي، احنا ثقافة التأمين في العراق بصراحة ضعيفة إذا لم نقل معدومة. طيب، ما هي أنت تقول معدومة، لماذا هذه الشركات أنت تقول الآن 40 شركة؟ ليش قاعد يفتحون 40 شركة ما دام هي معدومة وما تقريبا يعني توصل تقريبا يعني ما أعطيك القصد، القصد بس تقريبا أيه؟ شركات كثيرة في العراق تعمل في قطاع التأمين. أي القصد إنه هذه الشركات ليش قاعد تفتح ما دام أصلا ماكو إقبال؟ شنو السبب؟ شنو الربح اللي موجود بهذه الشركات؟ شنو طريقة الربح؟ أستاذي، أولا التأمين يعتبر ركيزة من ركائز دعم الاقتصاد الوطني. نعم. ليش؟ لأن أولا هي تقلل الخسائر اللي تتعرض لها منشآت الدولة أو الوزارات. نعم. والأعمال الهندسية والمشاريع الهندسية، مثل ما تشوف الآن العراق مقبل على نهضة عمرانية كبيرة. مقبل. نعم. فهذه المؤسسات والوزارات تلجأ إلى شركات التأمين للتأمين على مشاريعها وقتلك خاصة الهندسية للمحافظة عليها من الأضرار أو من الخسارات. طيب، اللي تعرض لها. طيب، حتى ما تهتز هذه. طيب، الوزارات أو الدوائر.